الأب ميلاد طرباي اليوم موجود معنا بفقرة مع المسيح. رح نحكي عن التراتيل، رح نحكي عن الموسيقى يلي ممكن تنقلنا لحالة صلاة، لحالة تأمل كثير كبيرة. أهلا وسهلا فيك أب ميلاد طرباي. حضرتك راهب لبناني ماروني، كنت مدبر عام ورئيس أديرة كفيفين مرمرون عنية وغيرها، وحاليا رئيس دير ومستشفى سيدة المعونات الجامعي بجبال. ولكن اليوم حضرتك موجود معنا بغير صفة، يلي هي أنه حضرتك قائد جمعية وجوقة الصوت العتيق. هالجوقة يلي قديه صار له؟ كنا بعدنا عم نحكي سوا. بونجور أول شيء. بونجور. نحن بلشنا بال 1997 مبدئيا، يعني شيء 19 سنة. عرفنا شوي عن الجوقة قبل ما نحكي عن السدي، وين بلشتوا، كيف تطورتوا، وين صرنا اليوم، في سدي عم يتحضر كمان جديد. يعني مبدئيا بلشنا بجبال بالسنة 97. كنت أنا بعدني عم بدرس موسيقى بإيطاليا بروما. كنت أجي كل صيفية طلع على الوطن، جمعت شوية صبايا وشباب وعملنا نواة للكرة، وصرنا كل ما يطلع عنا هيك عمل تأليفي جديد نسجله ونطلقه، وصرنا نتوسع شوي شوي وكبرت الفكرة. يعني رجعنا عملنا جمعية، عملنا مدرسة للموسيقى، وأسسنا كورال للأطفال كمان. يعني حاليا عندنا نشاط بجبال كل جمعة تقريبا في شيء بين 200 و300 واحد بيجتمعوا على الموسيقى، يعني بين صغار وبين صغار وكبار، والتلاميذ بيتعلموا موسيقى بمار يوحنا. لا، اخذنا مركز خاص، يعني بيت قديم حطوا بتصرفنا دير مرمرون عنايه، من هيك سمينا اسم الكورال هو الصوت العتيق اللي جاي من الزمن وبيتجدد شوي شوي على اساس التراث والاشياء اللي اجتنا من التاريخ ومن جدودنا. أسسنا عليها من هيك بيتنا قديم كمان، حجر رملي رممني وزبطني، وإذا الله راد في طموحات يعني نعمل شيء أكثر من هيك إن شاء الله خير. نحن عم نسمع كل الوقت خلال هالمقابلة موسيقى تراتيل من السدي يلي عم يتحضر جديد، يلي رح بيتم اطلاقه ب 12 ايار بجامعه الروح القدس الكاثوليك بقاعه جون بول دو الساعه 8 المساء. الدعوه لمين؟ مفتوحه للكل، للجميع. وعنوان هالالبوم اهلني لتسبيحك، هو العنوان بالسرياني. انا فضلت الترجمه اشوون دي شبحوخ، يعني أهلني لتسبيحك. هيدا هو الألبوم الثامن. نعم. للجوقة. للجوقة عم بيكونوا التراتيل من كتابة وألحان مين؟ المنوع، يعني في كتابات من الكتاب المقدس اللي هو الينبوع الأساسي للنصوص، إذا بدك نصوص الصلاة، وفي من التراديسيون من التقليد الليتورجي الماروني أشعار و ناس كاتبين، او حتى شيء بالسرياني كمان، وفي اشعار لناس معاصرين هلا يعني بيكتبوا جديد، يعني من هيك في تنويع. يعني حتى هالمره الموضوع منوع كمان، مش مركز على موضوع واحد. السي دي كمان منوع. شو المواضيع يلي عم بتكون موجوده بهيدا السي دي؟ نعم، بهيدا السي دي عندنا مرمرون، عندنا ترتيلتين له، عندنا الطباوي الاخ اصطفين، مبدئيا اربع تراتيل له، عندنا من الجمعة العظيمة مزمور إلهي لماذا تركتني، بيتبعوا دغري ليقم لأنه ما فيش عندنا موت بلا أيامي، عندنا قطعتين من القداس الماروني بالسرياني، هني ما بعد الكلام الجوهري، نذكر موتك يا رب بالسرياني، وقد أكلت جسدك كمان بالسرياني. للغة السريانية هالقد مهمة أنه تكون موجودة بالتراتيل أبونا؟ هلا نحن ككنيسة مارونية نتبع طقس السرياني الماروني. عندنا تراث كثير مهم وكثير قديم بالكتابات وباللاهوت وبالليتورجيا. بلش بكنيسة أنطاكيا، يعني عم نحكي نحن بالقرن الثاني، يعني من أول ما بلشت المسيحية بلش التراث معها. كانوا يستعملوا الأرامي اللي هو السرياني، هو لهجة من الأرامية، وكانت اللغة المعتمدة بين كل الشعب المنطقة يعني، وكانت كثير متداولة وصلوا فيها.
العالم وألفوا فيها أشعار وصلوات ولاهوت وكل شيء. هلا مع الزمن صارت تتراجع أكيد هذه اللغة، وهلا في يمكن بعض أماكن محدودة كم ضيعة يمكن بعضهم بيحكوا شيء من هالنوع بالعراق وبسوريا. ولكن حتى لما بنسمع ولو انه ما بنفهم بنحس بالجو، بنحس بالرجوع بالزمن كمان. يعني صعب انه كلنا نفهم السرياني، في امور عم بتكون مترجمه عم نعرف اجمالا عن شو عم تحكي، ولكن اللحن اللهجه بخلونا كمان نعيش اكثر الصلاه. ابونا هي قصه تاريخ، عن جد تاريخ مليان روحانيه، نعم مليان صلاة استعمل هاللغة يعني. ومبدئيا بنص القرن العشرين بلشوا يتركوها نهائيا. هي بلشت من القرن تقريبا السابع عشر، قصة التعريب اللصوص السريانية، ولكن صارت مبدئيا بشكل كبير بالسبعينات من القرن الماضي. من هيك ضروري، أنا يعني أنا بعتبر هيك وما بعرف إذا في غيري بيعتبر هيك، ضروري يكون عندنا نوع من هوية، من ارتباط بالماضي تبعنا تنقدر نبني عليه للمستقبل. وإلا يعني الحدا ما بيعرف تاريخه، ما بيعرف هويته، ما بيعرف هو من وين، ما بيكون عنده يعني وجود. إذا بدك وجودنا مرتبط بالتاريخ، مرتبط بالهوية، ما فينا نتجاهلهم، ما فينا نتركهم بكل بساطة يعني، لأنه حبينا شيء جديد أو شيء ما بيخصنا جبناه لعنا. بفتكر هون كمان العلم كفيل بانه يساعدنا انه نضل مرتبطين بالماضي، انه نرجع للزمن. حضرتك تحمل دكتوراه بالعلوم الموسيقيه وبكالوريوس باداره الجوقات من المعهد الحبري للموسيقى المقدسه بايطاليا. طبعا العلم مع الموهبه قد ايه بيزيدوا، والالحان يلي عم نسمعها بالجوقة بالالبومات يلي عم تتحضر من حضرتك كمان يعني عم بيكون فيها هالمزيج بين الحاضر والماضي، هالمزيج بين العلم والحاضر اليوم. قد ايه هالشغله مهمه ابونا؟ اللي حكيتيه كثير مزبوط، يعني كثير منطقي، لانه بس واحد يتعمق بالعلم وبالدراسات وبس يتعرف على حضارات اخرى بيكتشف شو أهمية اللي عنده. بس يكون إذا بدك مبتدئ أو عنده موهبة مش منمية مزبوط بالدراسات، بيضل يحس بنقص أنه أنا بدي كمل، يعني بيطلع على غيره كأنه أهم منه. وهذه مشكلة كبيرة، خاصة بس يكون في حضارة صغيرة أو بلد صغير بيطلع على حضارات أوسع وأكبر. إذا طلع فيهم بهالطريقة أنه هو ضعيف رح ينمحها. بده يطلع تقريبا كأنه مساوي لهم، يعني هو بده يعطيهم وهن بدهم يعطوه، بيلتقوا وبيغنوا بعضهم. وهذا اللي صار معنا، وهذا اللي اكتشفته خاصة برات لبنان مش بلبنان. نعم. يعني اكتشفت شو أهمية أنه أنا عندي، أنا لبناني، أنا عندي تراث سرياني ومروني. اكتشفتوا هيدا برا اكثر ما اكتشفتوا بلبنان. خلينا نذكر بعض البلدان يلي زرتوها مع الجوقة: استراليا، بلجيكا، فرنسا، ايطاليا، الاردن، تركيا. يعني وحضرتك هالشي بفرحك جدا، بتقول من اكثر الامور يلي بتفرح فيها انه تنتقل هالجوقة وتبين وتعطي هالتراتيل لكل بلدان العالم. قد ايه هالشغله مهمه انه ضلوا متابعين، وقد ايه هي رساله انه تكونوا موجودين حتى ولو بالتراتيل بالعالم؟ هيدي يعني من اهدافنا انه نوصل لوين ما كان، خاصه للموارنه المنتشرين بالعالم كله، واكيد للاجانب اللي بيحبوا اللي يكون عندهم حشريه يتعرفوا على هالنوع من الموسيقى. يعني نحن شغلنا صعب، واللون اللي بنتبنيه كمان مش كتير اذا بدك بيتذوقوا اللي بعاد عن الجو او اللي ما بيعرفوا بهالقصص. من هيك شغلنا صعب، ومن هيك لازم يكون عندنا نوع من هيك استمراريه ونوع من دفع اي اصرار على 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 البقاء يعني. ونشكر الله ماشي الحال، يعني عم نلاقي التاريخ اللي عملناه يعني 19 سنة تقريبا، عم نلاقي إقبال وعم نلاقي شباب وصبايا حتى صغار. سبقت لي سؤالي وحتى الفيديو كمان، بدنا نحكي شوي عن الصغار، عن الأطفال. قد ايه مهم
انه يبلشوا بالتراتيل، يبلشوا بالجوقة عن صغر، عن اي عمر ممكن يبدوا؟ هلا الطفل في يسمع من الحشا، يعني من بطن امه في يبلش يسمع. هذا دور الاهل كثير مهم لتربيه اطفالهم على السمع المضبوط وعلى الموسيقى الحلوه. هلا تيبلش يعمل اكتيفيتي اذا بدك مع جروب من 4-5 سنين وبالطالع، يعني تيقدر يميز، تيقدر ينضبط، تيقدر. هل لازم يكون في صوت كثير حلو ابونا؟ بكفي يكون صوت صحيح. الصوت الجميل هذا من ربنا، يعني تيغني بكورال بده يكون صوته صحيح وبده يكون عنده الشغف. فينا نسمع شوي؟ بده يحب يعني. من الفيديو؟ يلا. أبونا شفنا هالأصوات الحلوة وشفنا العدد الكبير بالجوقة، يعني كنت عم تقلي تقريبا 80 ولد مع 50 شاب وصبية. أداء إدارة الجوقة شغلة صعبة مع صعبة. الفرقة الموسيقية اللي عم تكون دايما عم تعزف لايف. مزبوط. أداء هالشي بده تمرين، أداء هالشي بده وقت، يعني قبل بأداء بتحضروا لكونسرت؟ مبدئيا يعني كل عمل بياخذ معنا بين 5 و6 اشهر تقريبا تي نتقنه مزبوط يعني. الفرقه الموسيقيه بتيجي بعدين، بيكونوا اساتذه محترفين يعني، بنتمرن تمرينتين او ثلاثه وبنطلع لايف. مبدئيا رح نحكي كمان اكثر عن الاطفال، عن التمرينات وعن الالبوم يلي رح يطلع ب 12 ايار. رح نحكي كم ترتيله بدوم ومين عم بيكون عم بيقديهم. ناخذ وقفه سريعه وبنرجع. نرجع لحديثنا مع الأب ميلاد طرباي. حضرتك قائد جمعية وجوقة الصوت العتيق. كولو، قلت لي اسم كولو بيعني الصوت، يعني الصوت أو اللحن. نعم. اليوم حكينا كثير عن الجوقة، ما حكينا كثير عن الجمعية. شو هي الجمعية تحديدا؟ شو أهدافها وكيف عملها عم بيكون؟ الجمعية أسسناها مبدئيا بال 2006. هي تهتم بالثقافة وكمان بأمور إنسانية واجتماعية والشكل الأساسي بالفن. يعني موسيقى. مين ممكن يكون عم يدخل بهالجمعية؟ حي الله حدا لبناني من 10 سنين. لازم يكون عنده ألمام بالفن أو مش ضروري؟ مش ضروري، ما في كذا شغلة أصلاً بيقدر يكون فاعل فيه يعني. مثل شو؟ مثل الإنساني يعني. نعمل كتير أعمال خيرية مع جمعيات، مع ناس معينين يعني بكل المناسبات. وفي ثقافة، في نعمل يعني مواضيع محددة، محاضرات أشياء بيئية، أشياء هيك يعني. الأشياء شوي مفتوحة منوعة، بس بنركز أكثر شيء على الموسيقى لأنه مبدئيا أكثريتنا بنشتغل موسيقى. أكيد. هل ممكن شباب وصبايا صغار يقدروا يشتغلوا معكم، مراهقين يجوا يحضروا أو يساعدوكم حتى بالعمل؟ أكيد ممكن هالشي يصير. اليوم الألبوم يلي تحضر كم ترتيلة بدوم؟ الألبوم فيه 13 ترتيلة. 12 أنا ملحنون وترتيلة ملحنة جيلبير رحباني. اللي اشترك بتوزيع الألحان جيلبير رحباني وإلي حردين، وفي قطعة وزعها فادي خليل. اللي أدى المنفرد هن لينا فرح غاوي ورفقة فارس رحباني وجيلبير رحباني.
لينا بدي وجه لها تحية صديقتي من المدرسة. رح نشوف فيديو كمان حضرت لنا إياه حضرتك وبنرجع. سمعنا أغاني لفيليمو وهبي الراحل مش تراتيل، هل عم بيكون فيها الجمع بين هي مزبوط يعني إلى جانب العمل الروحي والحفاظ على التقليد وتجديده بطريقة علمية جديدة، كمان بهمنا كثير نحافظ على الموسيقى اللبنانية اللي بنشوف حالنا فيها. يعني من هيك مرات كثير بنعمل كونسيرات موسيقى لبنانية، وكان في كمان قبل لما حضرنا الفيديو الاول يمكن اوماج للاخوين رحباني، كان في مؤتمر عن الاخوين رحباني بجامعه الكاستيك واشتركنا فيه نحن ككورال. شو برنامج اطلاق السي دي ب 12 ايار؟ اطلاق السي دي رح يكون في اكيد ناس اخصائيه رح يعلقوا على الالحان وعلى الاسلوب التلحين اللي معمولين فيه. رح يكون في عميد كلية الموسيقى بالكاستيك أبونا يوسف طنوس، أبونا بديع الحج اللي هن دكاترة بالموسيقى، رح يكون رئيس الكونسيرفاتوار الوطني دكتور وليد مسلم، رح يكون في مرسال خليفة رح كمان يعلق، ورح يختم رئيس الجامعة بكلمة، وبين الكلمات رح نقدم أعمال من السي دي. مبدئيا رح نقدم 9 قطع مقسمين على 3 مراحل، وبالأول رح يكون في قطعة موسيقية جامعة كل التمات المرأة بس بالتراتيل يعني. مبدئيا هيدا هو، وبالاخر بصير في توقيع اللي بيحب ياخذه للسي دي. انا كثير بحب اخذ السي دي. ابونا رح بيكونوا الجوقه كامله، كم شخص رح بيكون في موجود على المسرح؟ مبدئيا بين ال 50 وال 60 رح يكونوا، صغار مش رح يكونوا معنا. ما رح يكونوا معكم ليه؟ هذا عمل للكبار يعني، ومش يعني ما اشتركوا معنا فيه. هل في ألبوم للأولاد بس؟ عملنا ألبوم اسمه تاني تكوين، هو للميلاد لعيد الميلاد، اشتركوا معنا فيه وسجلوا شيء 3 قطع بقلبه. وكيف بيكون العمل مع الأولاد؟ أصعب؟ غير شكل، مش صعب؟ نو. بالنظام بالديسيبلين؟ أنا بحب. واضح في صبايا في بيارات رميا ومع اكيب مش بيهتموا فيهم، صار عندهم صاروا معودين، وفي شغف بالشغل مع الاولاد كثير حلو. طبعا اكيد رح نشوف مقطع ثاني من هالكونسرت. بفتكر في مشكلة تقنية بالفيديو أبونا. نحن لما نحكي عن التراتيل قد ايه أهمية الترتيل مع الصلاة؟ هلا نحن بنعلم بنقول إنه الكلمة إذا صليناها جيدة جدا، بس إذا رتلناها إذا صليناها مرتلة بتكون كاملة يعني بتكون غير شكل. مهم كثير لانه الموسيقى بالصلاه بتخلي الكلمه تصير اسهل،
بتوصل بشكل أسرع وبتنحفظ. من هيك كل بيقولوا هيدي مر أغسطينوس قال إنه اللي بيرتب بيكون صلى مرتين. في الإحساس كمان بالموسيقى اللي بيكون يعني الجو اللي بتعطيه الموسيقى، الكلمة اللي بيحطها بالواجهة بتعطي قيمة أكثر، خاصة إذا كانت موسيقى حلوة. رح نسمع كمان مقطع صغير. يعني على هالألحان الحلوة رح نختم حلقتنا اليوم معك الأب ميلاد طرباي. منذكر بأنه إطلاق الألبوم الجديد رح بيكون ب 12 أيار بجامعة الروح القدس بالكاثوليك، قاعة جون بول دو، الساعة 8 المساء. وأكيد الدعوة موجهة للجميع، لكل الأشخاص اللي بحبوا يشتركوا بهالجوقة أو يحضروا الكونسرت اللي عم بتقدمون، وين ممكن يتواصلوا معكم؟ فين يتواصلوا يعني إذا بيعرفونا أو بيعرفوا تليفون أو شيء مباشرة؟ وفي عنا صفحة على الفيسبوك تحت اسم الصوت العتيق أو قولو بالسرياني QOLO، بيلاقوها دغري. بدي أشكر وجودك معنا، يعطيكم ألف ألف عافية، وإن شاء الله ترتيل بخلي السلام ينتشر بعد أكثر وأكثر، مش بس بلبنان، بكل العالم. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. وبستغل هلا الأسبوع العظيم عند الأرثوذكس، كمان بستغل هالموضوع وبنرفع صلاتنا على نية السلام وبنعيدهم وبنقول المسيح قام حقا قام حقا قام. شكرا لك الأب ميلاد طرباي، أهلا وسهلا فيك. لهون بتكون انتهت حلقة ام تي في الايف لليوم. الموعد طبعا بيتجدد بكرة على الساعة 8:30. بدي أتمنى لكم بقية نهار وأسبوع ممتع. أنا بشوفكم الأسبوع المقبل. باي باي.